السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على مفاجاه، وين فرنسا الاتحاد الفرنسي يخطط لخطف لعاب من المنتخب الجزائري. ان شاء الله ما يخرجوش يقولوا لنا باللي يودي والديهم قال لك غادي نشوفوا كلابنا فانيك، كما كانوا يقولوا بلي احنا ما هدرناش مع اي لعاب. والحمد لله يا ربي، احنا نقول لكم بلي يودي الحق للدايمة والكذب لا ساعة. هادو قالوها ناس قبيل، هما اللي قالوها مش احنا قلناها، قالوها ناس قبيلة صاحبيها. ها راوي راه عوار وين خدم كواطو، شكون اللي كان يكذب وشكون اللي كان يزرع في الكذب؟ شوبير ولا هذوك الناس؟ شوبير ولا هذوك الناس؟ راكم ملي كيخرجتوا هذو ديال في التربص هذا اللي فات، تبعتوا مدرب قال بلي رانا منا وخرجتوا وليتوا تعايروا فيهم، عايرتوا حتى عوار وعايرتوا من وعايرتوا عدلي وعايرتوا، رغم ان هاد اللاعبين ساكتين ما يهضروش، ساكتين. وعوار عوار دفعتوه باش يروح للفريق الفرنسي، نتوما دفعتوه. عقلو مليح، جنتو جيوش يعني في الانستغرام في الفيسبوك، جنتو جيوش في العاهرة تاع اليوتيوب، جنتو جيوش باش عوار ما يجيش في ذاك الوقت، خاطش كانت كاينة تعهدات في ذاك الوقت وخافوا من الكشفة. جنتو جيوش وعلى رأسهم المدرب وهود، من المدرب وهود. حق ما المدرب كان يقول لكم هذوما يلعبوا مع فرنسا، ما شا نجيبو. هذه هي باش يكون على بالكم. اليوم حنا يفتحوا لنا نجيبو الصح، هذاك شعباني هذاك تاع تولوز هذاك، فتحوا لنا نجيبو الصح. روحنا جبنا بلال ابراهيمي اللي كان في 8 تاع لي ماتش لاعب 20 مينيت. علاكم على ما نجيبوش كون جبنا هذاك تاع تولوز قدام لا تنوض عليه الحيحايه، دروك ينايض عليه الحيحايه. دروك اللعاب يعيشوه تحت ضغط رهيب، ونعرفوا الاعلام الفرنسي وخاصه عملاء يا هما يدعوا بحب الجزائر، عندهم العاهرات في اليوتيوب يدعوا بحب الجزائر، لكن باي لقطه صغيره كيفاش يعرفوا كيفاش يطيحوا اللعاب، ومن بعد يخرجوا الى عاود ولا جاي يقول لك لا احنا مع المدرب، كي المدرب عيط له رانا صايك. بصح ما تنساوش بلي عوار حاربتوه باش ما يجيش الجزائر، حتى في هذا التربص الاخير وين حاربتوهم وعايرتوهم، عوار اللي حاربتوه بكل قوه. كاينين كي تبغوا تشكروا عوار قلعوا لي فيديو تاعكم تاع اللي كنتوا ديروا بهم الباس تخدموا باسمه مسكين. انا نقول لكم ونعاود، واحد كيما عوار راه 100% خدمك واعطو، بقات 5% تاع المدرب يعيط له ما التالي كاع خويا، وما هو كواعطو خدمهم. اي راني واجد اي عيط لي برك، عيط لي دير عرس، عندك عرس خوك عنده عرس ساكن شويه بعيد، ما يعرضكش ما تروحش، ما يعرضكش ما تروحش. خوك من الاب والام، تكبر انت ولادك يكبروا ولادو يكبروا، ما يعرضكش ما تروحش تقول ما عرفنيش، خاطر ساكن بعيد. صح الا في دار معاك ما يقول لك ما تقولو، بصح بعيد ما يعرضكش غادي ما تروحش. وين تحسن لعاب نتايا ما اتصلش بيه، كي ما اتصلش بيه هذه مكاش، هذه على بالك هذه صاريه غير هنا عندنا حنايا، من اجل يعني يخدموا مصالح تاعهم برك مع لاعبين وحد اخرين. هذا مكان وين نعاودو نولو لهذاك الشعباني هذاك تاع تولوز، وين فرنسا تخطط لخطف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يخطط لخطف لعاب من المنتخب الجزائري. وكشفت صحيفة ليكيب ان الاتحاد الفرنسي يريد خطف اللاعب الجزائري فارس شعيبي وتوجيه الدعوة له خلال الفترة القادمة. بصح هنا وين راهي الغلطة؟ الغلطة عند المدرب نورمالمون، المدرب كون تصل بهذاك، كون تصل بذاك تاع ليون، كون تصل هذاك تاع ليون، تصل بهم جيبهم،
جيبهم لعبهم، جيبهم تلعب. هذا اي هذا شعباني، هذا شعيبي، هذا شفتوه كيلعب ولا ما شفتوش؟ الله يرحم الشوابين، راني هدرت عليه فيديو، طيت حوصلة عليه، حوصلة طويلة عليه. راكم شفتوه ولا ما شفتوش؟ ولا غيب العاني هاكا تلعبوها ما شفتوش؟ ولا نتوما اصلا ما تعرفوش بولا، حقيقة ما تعرفوش بولا. يعني هادو اتباع تاع مشاكرة، اللي مشاكرة كان يقول مشي عارف بين الاتحاد الافريقي واتحاد كرة القدم الجزائرية، ما مشي عارف بيناتهم، مخلط بيناتهم. توريته توريته شفتو هذا ضربك راه مين يقول؟ قلت له شوف قدام لك قدام لك، قلت له ما يضحكوش عليك. قلت له قول اتحاد افريقي لكرة القدم ولا قول اتحادية الجزائر لكرة القدم. قلت له خاطرك تغلط بالفرنسي، راك تغلط بيناتهم، مشاك عارفها وينها، كاين الكاف والكاف، مشاك عارف بيناتهم. وين ولا ديفا يغلط يهدرها بالفرنسي، قالوا ما هذيك تاع هذوك تاع تاوعنا هذوك. وين عاودوا نولوا وين تشوفوا هذا شعيبي هذا وين يلعب على لاغوش يلعب على لا دروات، وين يلعب شاهدناه يعني في شاهدناه في لي بارتي اللي لعبهم مع تولوز، يعني لعب بزاف كيما نقولوا حنايا، لعب ويت، لعب ديس، لعب سات، لعب اونس، يعني ويلعب يعني وين شاهدناه وين لعب حتى مهاجم صريح، يعني وين قدم في مباراه لعب مهاجم صريح، يعني يقدم مستويات كبيره، مستوى كبير عندها، مستوى كبير. هذا تنجم تديره تتكل عليه ديريكت، تجيبه ما تقول لي لا ضغط لا والو، ديره يلعب يقدم لك مستوى كبير. هذا الصح تبقى حنايا وين الله غالب. وأضافت صعيبة أن المدرب الشباب الفرنسي يعني سليمان يعني يستعد لخطف اللعاب وإغرائه بمشاركة في اليورو 2023 للشباب. خاطش الناس قال لك لا هو جزائري 100% يجي يلعب في الجزائر، جا عيطوا له جا لعب في تاع الإيفا وقيلا ولا الإيدي ساتر، جا بصح دروك لازم المدرب الأول يعيط له يتصل به يشوفه. أنا جامي شفت مدرب يتبع لعاب في بورتال، جامي شتان انا، هذه مكانش، هذه مدرب هاني شاهدنا في انجليز ساكن في انجليز وبطوله في انجليز يروح للستاد يتفرج فيه. هذه صرات شاهدنا ديشون اللي بغى يشوف امين قويري راح للستاد شافه، راح للستاد هكا شافه. شاهدنا التاليه المدرب تاع الايفان 3 راح ديريكت شاف تولوز مع من لعب تولوز تاليه مع بوردو وقيله ومع ستيلا، راح ديريكت شافه، راح ديريكت في السطاد وذاوه يتفرج عليه في السطاد. حنا مدرب دروك يشوف لك في بورتاب ما فهمناش، والله ما فهمنا، والله ما فهمنا. طلع تشوف في بورتاب، تبع اللعاب تاع الارقام تاوعو، يعني حنا على بالنا كيفاش تروحو تشوفو عندك 11 تاوعك، يعني نعرفو كيفاش تجيب اللعابه الاخرين هذو. كما أكدت ليكيب أن الاتحاد الفرنسي سيقوم باستغلال قانون باهاماس، قانون باهاماس تاعنا اللي حنا جينا ضده، قانون باهاماس من أجل يعني أين يستطيع فارس شعيبي حمل قميص الفرنسي. والجدير بالذكر أن فارس شعيبي لعب نادي تولوز، سبق له حمل قميص المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة. شو كيفاش؟ لا نورمالمون الاتصالات معاه ويروحوا عنده، روح عنده مدرب يروح عنده، لازم تتحرك هو. أو أنت تدي 6 ملايين أنت يا بعد منا تروح تقعد في قطر تقعد قاعد ولا؟ هو روح تحرك، روح هضر مع اللعاب، روحه دخل للسطاد شوف بين بلي في السطاد بلي صح راك تشوف اللعاب. ما زهمتش أنا والله ما زهمت. هاو اللعابة يروحو هناك كيما بعد يخرجوا لي باطار يبداو يعايروا فيهم. هيا هرا عوار صنع كواطو، هيا يقارع تعيطولو، هيا عيطولو، وي هاي قارع هيا. أنا كيما هاك نقولها نمشو نقولها لكم ونعاود، هادي نقولها لكم. نهدر مع خالة اليامس، هدرت مع خالة عمر كي صعب علي، قلتلو يا درا، قال لي ضروك مازال مكاش لي اتصل بينا، قال لي الوثائق كملوا صاي، قال لي من الاتحاديه كلش في الاتحاديه كلش 100%. قلت له يا دار، قال لي مازال هيا نقارع تعيط له، هاي كي تعيط له نقول للشعب اللي عيط له. بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير
وبارطاجونا لي فيديو ان شاء الله معكم ديما بجديد، وربي يحفظكم. صحيتو.